فاسدة الدولة فاسدة هي كلمة واحدة حسبنا الله ونعم الوكيل أحكام قاسية أحكام قاسية تصدرت في حق المعتقلين فما يمكنش أن ما كيسعبت عليه الأحكام تتراوح بين 5 سنوات و 20 سنة ناصر الزفزافي تحكم بعشرين سنة سجن وحمد جاك كذلك 20 سنة ربيع الأبلق 5 سنوات فغضب النشطاء الحقوقيين الأحكام تراوحت بين 5 سنوات و 20 سنة زفزافي 20 سنة بالمغرب الديمقراطية هنيئا والدينا ضحاو باش تبنيو هاد البلاد ما بقيتوهاش تمشي لقدام راكم مسؤولين رد امام الله لان هذه البلاد ديال الشهداء هذه بلاد ديال الشهداء اسمح لي ضحاو الناس باش تبنيو بلادنا ضحاو الناس وماتوا حمد جاك 20 سنة كذلك اسمحوا لي هادشي باش كدو كذلك واش انتم شعلات باش يمشي 20 سنة نبيل 20 سنة باش حاكمو أول أحكام تعود بنا إلى سنوات الأخير أحكام تحكم على المغرب والعودة إلى الظهر أحكام بعد المخرج هادو ما كيعرفوا إلا الشارع القوم حكار خاصنا كل
تخرجوا للشارع. عاوتاني غادي يكون لكم بردوا استئناف من العفو هذه ما كاين والو ما كاين والو وغايخرجوا الجلاد انه يعطف عليك الجلاد عمرو ما يعطف عليك صافي المصالحه هذه من الجلاد هاد الشباب ماشي ديال العفو وصور صور تاع عياض وراك مقلف الحياه شباب كيفاش البراعة تسمى؟ مبارك عيقتو احنا اليوم كنسيئوا لسمعة البلاد كنسيئوا لوجه الوطن اليوم ما كنعترفوا مقدمة خلدون العدالة تبني والظلم يضني العدالة تبني علال جلول جلول شحال عندكم جلول 5 سنين وما كاينش سنوات شكون عام عام يعني سنه والعقوبه ديالو شكون هو بزاف 20 سنه صديق جلول 5 سنوات نبيله حمجي حتى هو 20 سنه ربيع الابلغ 5 سنوات نقول لهم عفوا نقول لهم هادي تعاونوا جرجروهم هادشي راه كان صافا ما نتهضروش منها نسكت فيهم نشكروا الاشياء ديالنا وما كيديروا بلادو كيفاش كيفاش ممكن تزيدوا نولدوا بهاد البلاد ونقول لهم كرهوا بلادكم كاش 20 عام كيفاش كيفاش خرجنا لكم 20 عام راه المكالمة الصمت ديالنا والسكات ديالنا هو اللي خلى الناس يضحكوا ب 20 عام حيت السكات هذا الدولة ما عندناش دولة عندنا عصابة كلنا مسؤولين على هاد الأحكام وكلنا السكات ديالنا هو اللي خلى الناس يضحكوا ب 20 عام حيت الناس اللي خرجوا الشارع خرجوا بحضارة وبسلمية وخرجوا بكوتي فتحوا منظومة ديال العصابة في هاد البلاد حيت كلنا مسؤولين كلنا مسؤولين على هاد الناس كلنا مسؤولين على هاد الأحكام القاسية ما داوي تأجل الجلسة ديالو حتى نهار الخميس فصلوها مع فصلوها على المعتقلين ديال الريف الجلسة ديالو فصلوها على ديال الجلسة ديال الريف فالأحكام تراوحت بين 5 سنوات و 20 سنة واحد قاتل وشافر وناهب ومغتصب وما كيتسكنش سبع سنين واحد 10 سنين عيب الله واحد دير جريمه كبيره واحد 10 سنين ما خداهاش مغتصب وضارب والسرقه وكل شيء وما خداهاش حتى 10 سنين واحد 20 عام خرج يقول بغيت غير المستشفى بغيت غير الجامعه نقرا فيها وراه هاد الاحكام كيبينوا الشعب المغربي ماشي تعرفوا الشعب المغربي يقولوا الشعب المغربي راه تخرج وما تقاطعش وما ديرش علاش علاش حكموا شي مفسدين اللي نهبوا 1700 مليار ديال البترول وزيد المراه زيد وزيد وزيد زيد ماشي حكموا المفسدين حكموا اللي يهربنا ما بين البلاد اللي مشربي فلوس بنما وافريقيا اصبنا بخيبه الامل
ناول تلقوها تلقوها ماشي مع ماشي مع المعتقلين ديال الدار البيضاء يمكن النفسية ما بقدر ما تهمون العدالة في هذه البلاد بقدر يخرجوا يطالبوا بالكرامة لكل شيء ولكل شيء التواحد شاهد حضر كل شيء كل شيء ولكن وحدي القريش كان عدل رحي آخر تليفون غادي يطفى ليا كما شتورة الأحكام راه تراوحت بين 5 سنوات وعشرين سنة الحكام كانت قاسية جدا اللايف غادي تقطع حيت التليفون غادي يطفى هاد الحسرة كبيرة كاينة هنا قدام المحكمة كلشي ما راضيش على الأحكام كلشي ما زعما حتى التعليق فيه صعاب في الناس يالله بنت ناس عام ويا عبد الإله جلو الحكم بعشرين سنة ها؟ جلو بشحال حكم؟ جلو ال محمد شحال جلو؟ اش كيقول 5 سنوات اش كيقول 20 سي ماما محمد جلو 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 10 10 سنين هذاك المحامي ديال جلو 10 سنوات غنضطر نقطع اللايف الاخوان لان التليفون غادي يطفى ليا نرى الشوهه بكل المقاييس ولكن Thank you.
طبعا كذلك حتى معايا.